السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. تدعي طيب كريجة. لا بس بنتي الله يبارك فيك. لا الحمد لله الله يرحم والديك. فرحانة من شدة الخط. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك بنتي. بغيتك تدعيني أي الله يرحم والديك 14 عام هذه نزوج أمه ووالداش. الله أكبر. وحدة دوس مسكينة فيها هاي مرة تدعي معاها. لا إله إلا الله. تدعي معاها زوجي كي كبير وكي حي كيس يرحم الوالدين. كيف بنتي؟ الزوج ديالي كي كبير وكي تدعي معاه ما بقاش كيس الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم يا ربي. لا إله إلا الله. فاطمة قولي لنا بنتي 14 عام أش درتي باش تولدي؟ مشيت للطبيب ذاك الشوب المهم قاعد مشيت نقول كدير كنديرو. والاطباء الاختصاصيين من غير العشابه زرتيهم كذلك؟ مشيت عندهم درت عمليه. لا اله الا الله. وفاطمة كيفاش كتشعري الان ملي كتشوفي بعض الاسر عندهم ولاد صغار خصوصا في عيد المولد او في الدخول المدرسي او في العطال وانت ما عندك وليدات؟ اش عندي تنشوف شي مره تنبكي تنبقى نقول الحمد لله هادشي اللي عطاني الله انا قابله به. لا اله الا الله. نتمنى من الله يفرحني وامني تيجي يكون عندي وليدات ولا ما بغاش الله ما عندي من دي. لا غادي يبغي الله تعالى ربي ربي لطيف بالعباد وكريم سبحانه وتعالى. الله يكمل لك رجاء انا لفاطمة الله يكمل لك رجاء. شكرا لك بنتي اسعدك الله تعالى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه ربما هذه المكالمة أيها الأحباب تذكرنا جميعا بنعم الله علينا. لا شك أن الأغلبية العظمى منا عنده أولاد وبنات وهذه نعمة ربي أعطاها لنا. ملي كنسمعوا مكالمة هكا هذه كتقول لك 14 سنة ودارت الأسباب وأنفقت الأموال عند الأطباء وعند العشابين وربما أعطاها وليدات غنعرفوا نعم الله علينا. كم وفر علينا الله تعالى من لحظات حزن وكم وفر علينا من أموال ننفقها عند الأطباء وعند العشابين وعند غيرهم. كم وفرنا الكثير وهذا كيدخل في باب الشكر للنعم. دائما الإنسان يعدد نعم الله عليه ويكثر من شكرها فإن شكر النعم يحفظها من الزوال. فنسأل الله تعالى أن يكرم الجميع بالذرية الطيبة الصالحة. فاطمة ربي سبحانه وتعالى اسمه الوهاب. الوهاب هو يعطي بلا حساب واسمه الخالق واسمه المصور واسمه المبدع فندعوه بأسمائه الحسنى. الله سبحانه وتعالى قال لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من اللي كندير الأسباب عند الأطباء وعند العشابين وعند كل من عنده خبرة ألتمس منه منفعة كنجرب على ربي سبحانه كدير السبب والكمال على الله تعالى. الآن وقد طرقت جميع الأبواب رأى الباب الأساسي والمهم هو باب الله تعالى الذي ينزل الغيث من السماء فترى الأرض مخضرة. هكذا ربي عز وجل أعطانا القدرة على نتأمل في الملكوت ومن ثم نربط بينه وبين قدرة الله على الخلق. فاطمة حنا كنا كنتكلموا على قصة سيدنا موسى عليه السلام. هل تعلمين أن سيدنا موسى عليه السلام في عهده جات واحد المرة بحالك حتى هي قتلت تقريبا 13 عام أو 14 عام ما كتولدش وحتى هي مشات عند الأطباء وحتى هي مشات عند العشابين ودارت كل ما في جهدها ولكن ربي ما عطاهاش. فلما ذهبت عند بعض الأحبار بعض الفقهاء ذاك الزمان قالوا لها الحل هو أنك فيما لقيتي شي واحد من الصالحين اطلبي الله له أن يدعو لك الله. فكانت مسكينه كتم غادي لقاتو فيه الصلاح او توسمت فيه الصلاح كتقول ادعي معايا الله تعالى والناس كيدعيو معاها كيدعيو معاها ولكن النتيجه ما كايناش. هي تلتقي مع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا موسى كيتسمى الكليم كليم الله كيتكلم مباشره مع الله وهو
خير أهل زمانه اصطفاه الله تعالى على الناس برسالته. قالت لي يا موسى أنا محظوظ لقيتك اليوم، وانت نبي الله وانت كليم الله وانت صفي الله. يا سيدنا موسى كنطلب منك دعو الله تعالى، انت كتكلم مع الله مباشرة، قول لي يعطيني تنايا نصيبي من الأولاد، يبشرني بالحمل القريب. سيدنا موسى كان متواضعا وكان قريبا إلى نبض الناس وإلى نبض العام، ما كيمشي مع المسطاء كيدير لهم خاطرهم. ومشى سيدنا موسى وطلع إلى جبل طور في صحراء سيناء، ذاك المكان المقدس الذي يكلم فيه ربه. فقال له يا رب هذاك المرأة كتطلب منك واحد الذرية وطلبتني واستطفتني باش نتوسط إليها، يا رب ارزقها، ارزقها واحد الذرية طيبة، عطاها شي وليد ولا بنية. فكان جواب الله تعالى قال يا موسى إن هذه المرأة عاقر ولن تلد. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سيدنا موسى شد في راسه وقال مسكينة هذه المرأة شنو نقول لها. رجع عنده وقال لها قال لك ربي عز وجل راك كتبتي في اللوح بأنك عاقر ولن تلدي. لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما كانت تبكي وكتشعر بالضيم قالت لي يا موسى رجاء ارجع إلى ربك واستعطفه مرة ثانية لعل الله تعالى يرحم ويعطيني ذرية طيبة. فرجع سيدنا موسى إلى المرأة وقال لي يا رب هذه المرأة تبكي وتستعطفك، يا ربي كما أكرمت كل الناس بالأولاد والبنات أكرمها بحمل قريب. فأجابه الله تعالى يا موسى لقد سبق في اللوح المحفوظ أن هذه المرأة كتبت عاقر ولن تلد. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فرجع موسى حزين وأخبر المرأة بالخبر، لكن المرأة تبكي وتستعطف موسى، يا موسى ارجع إلى ربك عود اطلبه مرة ثانية. للمرة الثالثة سيدنا موسى يقول نفس الكلام وربنا يجيبه نفس الجواب. وفي المرة الرابعة قال لها لا أستطيع أن أعود، أستحي من ربي. وقال لها اصبري وصابري، هذاك أمر الله قسمة وقدر. وانصرف عنها موسى. بعد مرور شهور حوالي سنة سيدنا موسى يمر من نفس البلدة ويجد المرأة تحمل طفلا صغيرا جميلا، والناس حولها متحلقين ينظرون إلى جماله وصفاء بشرته في واحد النور. فتعجبوا. سيدنا موسى اقترب شاف المرأة عرفها، قال لها انت اللي قلتي لي بانك ما كتولديش وطلبت من الله تحملي. قال لها من اين عطات على الطفل، واش تبنيتيه؟ قالت له لا لقد ولدته من احشائي. قال لها ما يمكن انت تبنيته؟ قالت له والله لقد ولدته من بطني. سيدنا موسى واش يصدقها ولا يكذبها؟ بغيت يتحقق من الامر. فعاد الى مولاه، عاد الى ربه وقال يا رب ما شأن تلك المرأة؟ لقد أخبرت بإني بأنها عاقر ولن تلد. فقال له الله تعالى يا موسى فعلا هذه المرأة سبق في اللوح المحفوظ أنها لن تلد، وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، إلا أن هذه المرأة لم تيأس من رحمتي وظلت تناجيني بالليل وتقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فغلب أرحم الراحمين قدري، غلب أرحم الراحمين قدري. كلمة أرحم الراحمين هي من أسماء الله الحسنى، تغلب القدر، تغلب كل شيء. حتى ولو كان القدر مستورا فإن الله تعالى يأمر فيمحى القدر ويكتب بدله قدرا آخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فللفتنا عليك بهذه الوصية، وصية أن ترددي في جوف الليل تقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وربنا سبحانه وتعالى سوف يكرمك بفضله وجوده. فاللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم أختنا فاطمة، أكرمها بحمل قريب. اللهم ارزقها ذرية طيبة. اللهم بشرها بالتوأم بالذكر والأنثى. اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عجلها بالفرج. وكل من كان ينتظر الإنجاب أو تعذر وتعسر عليه الحمل نسألك يا مولانا ببركة يا أرحم الراحمين وبجلال يا أرحم الراحمين وبقدرة يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بالفرج لكل عبادك المؤمنين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.